stand for the national anthem of the African Republic region. Al-Hadidi and Mohamed Kazim and Ali Seri from the Foreign Ministry, and also the young diplomats, which I think they will be very good tools for the future of public diplomacy in Egypt. And we need them to be well trained for this kind of diplomacy. Anyway, public diplomacy, in a very simple way, is proactive and creative diplomacy. Targeting people, not governments, aiming to tackle problems arising from mutual lack of understanding or distorted stereotypes, or I would say negative environment. The top is public diplomacy. When we were trying to put this conference together, we found there were a lot of people who lacked the awareness of what public diplomacy or popular diplomacy is. Even the definitions of the terms are somewhat vague for some people. The other thing that I want to start on this question is the public diplomacy delegations that we've seen in the past maybe 6 months, since the 30th of June. And I've been hearing from the grapevine that, despite the fact that they were successful and very much needed, that there was still no real coordination and cohesiveness between the foreign policy under the Ministry of Foreign Affairs and the actual delegations. You need to address all this in the messaging, and this is what we're trying to prepare. Now, regarding the handling of the tourists themselves, we need also to move into addressing the needs on an individualistic basis. The cultural issues are very relevant to our messaging today. So all these factors should be taken into consideration while attending. Of course, while I'm trying to prove the point of fragmentation, I still have to admit that because of the flattening of the world, there is an international تقية جيدة جدا لهذه الدبلوماسية الشعبية لأنها علاقة شعوب ببعضها بالدرجة الأولى، وبالتالي المصداقية بتبقى عالية جدا والإجابة على مختلف التساؤلات أو المخاوف حتى بيبقى ليها صدى إيجابي في هذا الشأن، وبالتالي بتساعدنا في هذا الخصوص. وأعتقد الزيارة التي قامت بها الدبلوماسية الشعبية المصرية لروسيا ساعدت كثيرا في تخفيف الحظر وبما مكن من بداية حركة السياحة من هذا المصدر الهام لنا. ما هي؟ شئنا أن نقول أن الدبلوماسية الشعبية هي يعني نقطة في الدبلوماسية العامة التي تقود السياسات الخارجية المصرية. ماذا تقول عنها؟ أقول أنه يجب أن نقر بأن الدبلوماسية الشعبية حتى الآن تحقق نجاحات، يجب أن نحولها إلى كيان مؤسسي ليساعد الدولة ممثلة في كل أجهزتها وعلى رأسها الدبلوماسية الرسمية اللي هي وزارة الخارجية المصرية. نتعاون ونلتقي المسؤولين الرسميين مع أعضاء الدبلوماسية الشعبية بما يساعدنا على التنسيق الجيد ما بين الأهداف، نتفق على الأهداف ونبدأ في توزيع ما يسمى بالأدوار لنحقق أفضل نتائج في هذا الشأن. على السياحة يا فندم، على السياحة تحديدا، السياحة تحديدا أعتقد أنه الزيارات اللي قامت بها الخارجية المصرية ثم زيارات اللي قمت بها أنا شخصيا مع زملائي في القطاع سواء الخاص أو الرسمي كملته الدبلوماسية الشعبية. تكرار الزيارات عاملة زي بعيد عن العين بعيد عن القلب، لا احنا كنا جنب القلب قوي بتكرار هذه الزيارات وتكرار ووجود وفد رسمي ولكنه غير رسمي، بمعنى ليس جزء من الحكومة المصرية لكن جزء من الشعب المصري، وده بيدي مصداقية كبيرة جدا لدى المتلقي. فأنا أعتقد تكرار هذه الزيارات ساعدنا بالتأكيد في قطاع السياحة. وزير حضرتك تحدثت عن بما إن بعيد عن القلب بعيد عن العين، فآخذ من ده مع نهاية 2013 فقررت ونجحت الحكومة في نشاط ملحوظ من الحكومة المصرية على وجه العموم ووزارة السياحة على وجه الخصوص في حضور كذا مؤتمر او عده مؤتمرات استضافتها مصر بدايه من سبتمبر بمؤتمر التعاون والتمويل والاستثمار وبعد كده مؤتمر التعاون الخليجي، النهارده مؤتمر الدبلوماسيه الشعبيه. ده بيمثل ايه لحضرتك مع دخول 2014؟ أنا سعيد بكل هذه الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي مصر بتقودها والشعب المصري بيقودها دلوقتي في الوقت الحالي. سعيد بهذا الزخم الإعلامي اللي بيغطي هذه الفعاليات، لأن الكلام ده كله في النهاية بيتم نقله للخارج يا جماعة، فبينقل الصورة الحقيقية. مصر بخير الحمد لله، فيها عمل وفيها شغل، والمصريين مصممون على استكمال الطريق لتحقيق أهدافهم في هذا الشأن اللي هي الكرامة الإنسانية و رفع المستوى المعيشي والأقرب والحرية بالتأكيد. فأنا سعيد بكل الفعاليات دي وبالتأكيد أفادتنا إحنا، لأن نقل الأخبار الإيجابية بمثل هذه الفعاليات بتساعدنا إحنا على أن مصر ماضية في خارطة الطريق، ماضية في خطتها بالنسبة للبلد. إحنا بالنسبة لنا عايز أقول لحضراتكم يمكن لأول مرة بعلنها رسمي أمام الكل أنه سبتمبر الماضي، وأنا قلت هذا الكلام في الداخل في الجلسة اللي أنا اتشرفت ب يعني حضورها، انه كان من اوحش الشهور اللي مرت في السياحه المصريه بعد وجود تحذيرات للسفر لمصر. لم ياتي الينا اكثر من حوالي 300 او 300 وكسر 601 الف سائح، ارتفع الرقم ل 562 في اكتوبر مع بدايه رفع عدد من الدول، ثم مره اخرى ل 673 الف في نوفمبر مع نهايته. ده معناه انه السياحه المصريه صناعة ليست بالهشة كما يتصور البعض، أن بمجرد ما يكون هناك في استقرار في الشارع المصري أو شبه استقرار إنجاز التعبير، يعني الانطباع بيبقى إيجابي وليس سلبي، بيساعدنا على رد الحركة. وبالتالي أنا داخل في 2014 رد على سؤال حضرتك بعد كل هذه الفعاليات والجهد اللي بذل بأمال أكبر على النصف الثاني من موسم السياحة. معالي السفير، كيف يتم توجه الشعب المصري للإدلاء بصوته في صناديق الانتخابات الاستفتاء على الدستور؟ كلمة توجهها للشعب المصري أولا وبعد كده للعالم تقول لهم إيه عنه؟ أقول للشعب المصري وإخواتي وأهلي بأنه أنتوا قلتوا كلمتكم مرتين، واخر كلمه قلتوها في 30 يونيو اللي فات، وعلى مدار شهر يوليو الماضي في 3 و26 قلتوا كلمتكم بملايين ان احنا محتاجين تغيير حقيقي، محتاجين استقرار حقيقي، محتاجين تقدم حقيقي، محتاجين ان احنا نحقق اهداف ثورتنا بطريقه جديه وفاعله الفتره الجايه. لاستكمال تحقيق هذا الهدف لن يتم الا بمشاركتنا الايجابيه في الاستفتاء، وانا عن نفسي بقول يجب ان نقول نعم، نعم لمستقبل مصر واعد، نعم للدخول في الثورة الحقيقية اللي احنا عاوزينها كلنا، ثورة الانتاج والعمل. وانا متأكد ان هذا الشعب المبدع سوف يحقق أهداف ثورته وفي وقت قصير جدا، وأؤكد لحضرتك أنه هيبقى فيه مستقبل باهر لهذا الشعب بعد الاستقرار اللي احنا بننشده من الاستفتاء والايام اللي بعد التاليه. ما هي الخطه او الخطوات الموضوعه من سيادتكم لاعاده تحريك السياحه في مصر للارتقاء؟ يعني الادوات اللي مستخدمه كلها ادوات فنيه بالدرجه الاولى. الخطوه الاولى بداناها اللي هي محاوله رفع التحذيرات بالتعاون مع وزاره الخارجيه المصريه، سفرائنا وسفراء الاجانب المعتمدين، وده تم. النهارده بخط موازي بنشتغل مع كبار منظمي الرحلات في العالم كله المصدر للسياحه. في تعاقدات بتتم اليومين دول للموسم الشتوي اللحاق بيه، وده التحدي كبير لان تعاقدات هذا الموسم كان المفروض الصيف الماضي وفقدناه للاسف، ولكن انا بقى احاول قدر المستطاع مع زملائي ان احنا نلحق، وتصور الامل بيتجدد كل يوم، واعتقد انه فبراير الجاي هيشهد بدايه انطلاقه للنصف الثاني من الموسم الشتوي. الادوات تتضمن التعاون مع قطاع الطيران سواء الدولي او الشركه الوطنيه، تتضمن وده مهم جدا التعاون مع الداخليه والخارجيه في منح تسهيلات اكثر للحصول على التاشيرات لعدد من الجنسيات للمجيء لمصر. هم التحديين الرئيسيين ازاي نزود عدد رحلات الطيران لمصر، لانه الطيران هو الوجه الاخر، بدون طيران ما عندكش سائح، حتى لو سائح كان عاوز يجي بدون طيران مش هيقدر يجي. الحاجه الثانيه العائق الاداري لتغير طبيعه السياحه في العالم، قرار السائح النهارده بقى متاخر، يقول اسافر يمكن قبلها بثلاث اربع ايام ياخد هذا القرار، فاذا لم نسهل له الحصول على تاشيره لدخول البلاد ممكن يبقى عائق بالنسبه لنا، وده اللي انا بشتغل عليه في الوقت الحالي. سؤال اخير. جدا جدا جدا، وكل ما نشهده اليوم من بعض وبنعانيه احنا مصريين، وانا جزء من هذا الشعب يعني متفاعل تماما معاه، اعتقد مخاض لمستقبل باهر. علينا بحاجه واحده بس، ان نعمل بس. شكرا. الاخرى يعني مهمه في هذه الجلسه، ليه الناس يا دكتور مصطفى بعد 30 يوم انقسمت بره، في اللي بيهناش خالص وفي على استحياء ووزارة العمل مع احترام واحترام الاثنين. هل الخطاب المنتشر في وسائل الاعلام المصريه المحليه، هل هذا الخطاب يصلح في تغيير الصوره اللي احنا عايزين نوصل لها، ولا بيرسخ الصوره السلبيه اللي موجوده بالفعل عما حدث في 30 يوم و3 ساعات ما تستخدمش؟ اجابه على سؤالك، اختار ان احنا لازم نعترف انه مش ممكن تلاقي فوق السفره حاجه كويسه ومره سيئه. مش هتقدر تقابل الضيوف حاجه تليق بيهم والمره حاجه سيئه. نحن متخصصون في الاخراج السيء للاحداث والوقائع. ولا ندرك ابدا. ودي حاجه مش جديده يعني، بعدها دلوقتي عده عقود وبتتدهور معانا مع الوقت. لكن تبص تلاقي في تراجع في قدره مصر على تقديم الصورة الحقيقية لما يجري من خلال الأخطاء التي تقع. فلا يجب أن نتصور أن الدبلوماسية العامة ولا الإعلام، وعلاقتهم وثيقة جدا، والإعلام هو انعكاس للدبلوماسية. ساعات نقول إن الإعلام سيء، الإعلام لا ذنب له، الإعلام يعكس الواقع الموجود. إذا كان هذا الواقع ضعيف ومتهرب وغير قادر على أن يقدم الصورة الحقيقية فلا فائدة. بعد 25 يناير كان في صوره طيبه في الداخل حقيقيه، يعني مفيش شيء حقيقي جوهري. شباب مجتمع في بلاد التحرير بينظف مكانه وجايب اكياس بلاستيك يحط فيها، والمسلمين بيحكموا الاباء والاباء بيحكموا المسلمين وهم بيتصلوا، مفيش حد استحرش واحد. صوره رائعه لا يستطيع ان يخدش احد. ما حدث في 3 يوليو الاخير عليه انسان حاد في المجتمع المصري حتى الان. يعني ما نغمضش عينينا ونتصور انه كان يعني صحيح هو في 20 مليون 30 مليون ارقام كبيره الدوله دي، لكن هل كان هناك توافق عام لما يدور؟ ما حدش يقدر يقول كده. السبب ببساطه هو اننا نواجه مجموعه أو جماعة لها تاريخ سياسي طويل زرعت في كل قرون من أركان الدنيا موجودة. أنا كنت في نيويورك حلول في 90 مسجد في نيويورك، كل مسجد عبارة عن بؤرة إخوانية أو سلفية. حتى الأجيال الثانية تلاقي ولد أصله مصري وما بيعرفش يتكلم عربي يقول لك مسلم برادرز. ليه؟ لأنه خلاص الكونسيبت اتزرع. كنا راكبين تاكسي أنا مصري فهمي في نيويورك، الراجل قال لنا بتدوا له المسلمين السياسي خطاب دفاعي طول عمرك. انت دايما خطاب تبليغي دفاعي، لا تاخذ المبادره. عارف لو خدت المبادره وقلت كل حاجه بصدق انا هتكسب كتير كمان، ما تعرفش ليه. ولما حد يكتشف انك كذاب بيضيع الصدق حتى بعد كده. يعني اهم حاجه ان انت لما تواجه طرف بيدينك بشيء وتقول له ايوه انا عملت كده، خلاص هتطلع وكده ما عندوش حاجه ثانيه يتكلم فيها. انما انت تقعد تنكر وتراوغ وتخفي وتدور وتخفي، هذا جزء كبير جدا مما يضع عبء على الخطاب السياسي بعد كده او على الخطاب الدبلوماسي حتى، ان يتقدم خطوات الى الامام لا يستطيع. فاحنا عندنا مشكله حقيقيه وهي واللي كتبت فيها على تفاعل الرئيس الاسبق الرئيس مبارك، يعني انه الاخراج السيء لكثير من مشكلاتنا بيدفع الى الصوره الذهنيه السلبيه عنا في الخارج، ونحن لا نستطيع ان نكتشف ان العالم محب الصدق. يعني مثلا لما يجي واحد يصور اي حته فقيره في حي الناس تهرع وتتخض ليه بتدفع شويه. انا كنت في الهند بالمناسبه في الهند، ده كان يجي وعايز يصور افقر حته بيوديه، شوف في اي قناه ايست انديا بالقصور وتاج محل وبيوت المهرجانات وبالاحياء الفقيره. قدم نفسك بصوره شفافه، ولو اكتسبت المصداقيه هتسهل لك 80% من مهمتك في الدبلوماسيه العامه او في الاعلام وخطابه. نحن مشكلتنا ان احنا خراف في الاخفاء في التمويل، اسف، وفي الكذب ايضا. وبالتالي اللي حصل بعد 30 يونيو انا كنت اواجه العالم اقول له ايوه حدث انقلاب شعبي، انقلاب قام به العسكر او القوات المسلحه مدعومه من الشعب، رد عليه عشان 1 2 3. لكن ما يجيش يقول اصلا ثوره شعبيه واصل مش مدعوم. ليه تحط نفسك بالديفنس؟ ليه؟ الوضع بيبقى وضع صعب جدا وبيلقى عليك عبء مضاعف، عبء المعاناه اللي انت بتدور عليها وعبء تصوير هذه المعاناه على انها شيء مقبول عند الطرف الثاني. وبعدين خلاص الدنيا اتغيرت، الاعلام مفتوح في العالم، ما تفتكرش انك تقدر تخبي حاجه. ده قال لك السر في الولايات المتحده الامريكيه بيعرفوا 70 واحد في الساعه الاولى، عشان الساعه صعبه دلوقتي. احنا ساعات بنعرف اخبار مصر من الميديا الاجنبيه. بلاش بقى، يعني لا يوجد اسوار حمايه، لا يوجد بلوشه على المحطات ولا على تشويش على الاذاعات. الدنيا اتغيرت والعالم مفتوح. كن صريحا، كن واضحا، كن صادقا، قدم نفسك بصوره صحيحه، وبادر انت بتوجيه نقد الى نفسك. ده شيء مهم جدا. واليمين لما اخترعوا نظريه الاعتذار ما هم حكوا على العالم جزء جميل جدا من العقوبات اللي كانت مقتبله في مراحل معينه، انه ليه يقول له انا اعتذر عن كذا، اعتذر عن كذا. انا عايز اقول لحضراتكم لابد من الاخذ بادوات العصر في تعامل الدبلوماسيه العامه مع الاحداث التي تاتي، ولم تكن في حياتنا دبلوماسيتنا واعلامنا وسياستنا الخارجيه متاثر باللاكن مثلما نحن الان. من 25 يناير وزاد بعد 30 يونيو. خلاص وزير الخارجيه هو بره ما بيشتغلش سياسه خارجيه، مش صحيح. ده هو بيشتغل تصوير وتمرير ويتكلم الحاله مستقره والحاله هادئه ونقعد نحاول نجمل الصوره بشكل او باخر، لا باس. بس اعلم ان العالم عيونه مفتوحه وشايف زي ما انت شايف ومختلف كل ما هو يكون، وان الجهاز الاعلامي لجماعه الاخوان المسلمين اكبر مما تتصوره، وان وجوده في الخارج 10 اضعاف ولا 50 ضعف وجوده في الداخل. دول ناس استطاعوا قدرات ماديه معينه وكفاءات وعملوا حاجه كويسه، لانهم دخلوا على اللغه الثالثه في التقدم العلمي اللي هي الالكترونكس، دخلوا على النت، دخلوا على الكمبيوتر من بدري، فما همش مشايخ عبثه تريم، لا دول عندهم جيل جديد في الخارج طول النهار قاعد على النت وبيبعت رسائل وبيرد على موضوعات وواجهه باللغه الجديده التي يعرفها وتعرفها لجان جديده، وانت في عسره عن هذا. يجب ان تدرك